السلام اهلين، اخباركم يا وحوش؟ تسلمي تسلمي. سلام الله بالاستريح يلس. مستعد طبعا في تجربه راح نخوضها الحين، مشاهده يقولون انها راح تذهلني. لا السماعات متعوب عليها، اتمنى المفاجاه متعوب عليها اكثر من السماعات. انطباع حي من دبي كوميك كون. شفتوا انا ايش اللي انا شفته؟ اسطوري. الكلمه هذه ما طلعت الا في ون بيس وناروتو. اسطوري، شيخ خيالي، رسم بطل. يعني اول ما اسوي انطباع لايف من الامارات، الرسم رهيب، المشاعر فياضه، الاكشن خيالي. الرسام سوى حركه مبدعه لما كان قاعد على القزازه وجاي ذاك بيلكمه، انا واثق ان ناصر كان يقدر يرد عليه اللكمه، لكن الكاتب كان يبي يسوي حركه حلوه ان ناصر انليش ذا بيس، وخر وهجم سمك القرش. صدقني الشخصيه اللي كانت تتقاتل مع ناصر سمك قرش ما حيأثر فيه، بس معناها انه يبي يوصل لك المانجاكا. اعتقد انا اتكلم عن تريلر، لكن اعتقد مانجاكا ان ناصر فاينلي انليش ذا بيست، البيست كسر جميع الحواجز ودخل. اعتقد لو بنكمل الحلقه بعدين وبتيجي ان الشخصيه اللي كانت تقاتل ناصر بتقطع سمك القرش، بنشوفه كذا زي التونه قاعد. لكن حبيبي ناصر رسام بعد، يعني مو متاثر بالثقافه اللي برا، سماه ناصر جايبه جالس يتامل برا، يحط لك عودين عنبر وحط لك مدخن الجلسه، كون الرجل اليسار فوق الرجل اليمين في الثقافه اليابانيه. هذا لا جايبه جالس، تربيعاتنا اللي نعرفها احنا في الخليج. ايضا في القتال لما جاب ناصر ياخذ غطى البلاعه كمكم الله ويضرب المجرم، هذا ترى العربي اليابانيين احنا كذا، ترى ما عندي وقت ادور السيف اللي يمي حبيبي بضرب فيه. وحش، ابداع ابداع. انا سمعت صراحه اشياء، بس بخلي اللي مسوي العمل هو اللي يكمل الانطباع معي. السلام عليكم. عليكم السلام حبيب قلبي، اخبارك؟ هذه أول مرة في الانطباع أسأل الكاتب، أول شيء شو رأيك في الكلام اللي أنا قلته؟ طبعًا هو ما قال لي أي شيء قبل أشوف الحلقة، شو رأيك في الكلام اللي أنا قلته بتحليل الحلقة؟ أنت اللي قلته صح 100%، الحمد لله فهمت علي، فهمت اللي نحن بنسويه، نحن بغينا نسوي إماراتي يسوي شيء ما تتوقع إن إماراتي يسوي، اللي هو قاعد مديتيشن وقاعد على كندورة، بس الصراحة أنا اللي أبغى أشوفه إماراتي كندورته يضارب في نص البيمون. واو، وحش وحش وحش. طيب انا سمعت ان ساعدك او اللي مخرج العمل هو نفسه مخرج انمي هانتر اكس هانتر، هذا صحيح؟ نعم نعم هو هذا نفسه، هي مخرج هيروشي كوجينا اسمه. نعم يعني انت ارسلت المخرج وسوى لك اياه؟ احنا ما ارسلنا له اياه وسوى لنا اياه، هو شاف العمل قرا شويه السكريبت، عيب السكريبت وايد، قال بي هذا انا بسويه، هو اللي جاء كونتاكت الرس، هو اللي قال لنا، قال لنا تعال انا بسوي هالانيميشن مالك. واو، متى بينزل؟ والله هذا يعتمد على الجمهور صراحة، لأن نحن كلمنا التلفزيونات يقولوا لنا والله الناس ما تفهم، الناس ما تشوف الأشياء هذه. نحن اليوم نبغى نثبت الناس تشوف، الناس تحب. عملك جاهز؟ والله الستوري بورد جاهز، القصة جاهزة، عندنا أحسن الكتاب، شغالين على بريزن بريك وهيروز، الكاتب مالها موجود معانا في الفريق لنا.
ممتاز. إذن أنا راح أتواصل مع جميع الشركات وأطلب دعمكم عشان يطلع العمل هذا، لأنه صراحة خيالي. تعرفني باسمك حبيبي؟ خالد بن حمد. وياك والنعم الله أخوي خالد. طبعا حساب أخوي خالد بتشوفونه هنا. عندك قناة على اليوتيوب؟ لا اليوتيوب لا، بس عندي على الانستغرام، عندي على السوشيال ميديا. يبغى يشوف العرض الدعاية هذا وين يقدر يروح؟ والله الحين تروح empireofn.com موجود، أو تروح لحساب مالي @kbenhamed. empireofn.com برضو تشوفونه مكتوب الحين ما نتكلم، روحوا وشوفوا التريلر، نشوه قد ما تقدرون في الواتساب في الانستغرام. الرجال سامح لكم، نشوه خلوا يوصل لأكبر شريحة ممكنة. لازم يدعم، لازم يدعم. وكالعادة لفيت لكم على المبدعين، وصراحة عقب الإبداع اللي شفته هنا خلاص بوقف، ما أبي أشوف أي إبداع ثاني. أقول في الأخير سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسون الشير، اللايك، السبسكرايب. شوفكم.